شكلها كده. ايوه والله حلو. الاعلام بيقول من زمان مش من دلوقتي الناس دي هي اللي معطله حال البلد، وكان الناس دي هي اللي بايديها الاستثمار الدولي للدوله، يعني كان الناس دي اللي قاعدين بلد قمه مليونيرات ومليارديرات، واخد بالك، وعينين فلوسهم تحت البلاطه ومش مشغلينها في الاستثمار فموقفين حال البلد. لا، حال البلد ايه؟ علشان خاطر ان الحراميه خدوا فلوسهم سقطوا من الاقتصاد المصري، الدم كله، فده حال البلد واقف. خلينا عايز اقول الناس هنا موجوده علشان خاطر تدافع عن كل الصلاحيات اللي هي من حقها اصلا للرئيس، دي حاجه. تاني حاجه علشان تقف في وش المد العسكري اللي عايز يعمله المجلس العسكري علينا، عشان كده الناس دي معتصمه. في من الناس دي فعلا سايبه شغلها، واذا كنت انت مثلا او اي انسان بيبيع، مش بتكلم طبعا على البياعين في رمضان، مش بتكلم عليهم، بتكلم عموما يعني. لما يبقى اي انسان بيبيع اسمه بيدخله دخل كل يوم من 2 3 جنيه، انما الواحد كان بيصرف المبلغ اللي هو كان عايزه انا عن نفسي يعني، عشان الشقه بتاعتي لاني خاطب والمبروك دخلته قريب، بقيت بصرف منه لغايه ما مره يخلص واضطر غصب عني ان انا اترك المبلغ. فعشان كده الناس بتقول احنا تعبنا اقسم بالله، الناس